الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبة الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع المكثف إلى حد ما ويحتاج إلى انتباه وربما إعادة مشاهدة لأكثر من مرة، موضوعات مهمة: المائين، العشير، والربيع، percentile, decile and quartile. على بركة الله أبدأ. أقدم في هذا المقطع كما ذكرت مفاهيم مهمة عن المائين: percentile رمزها P sub K، والعشير decile رمزها D sub K، والربيع quartile رمزها Q sub K، وكيف نحسب كل واحد منها من بيانات متاحة. الآن يعرف المائين بأنه القيمة التي تقسم البيانات إلى 100 جزء متساوية، 100 equal parts، بالعدد وليس بالقيمة. هنا تقسيم البيانات عددا، يعني مثلا 10 أجزاء، 20 جزء، كل جزء ربما يختلف عن الثاني. إذن المائين هو القيمة التي تقسم البيانات إلى 100 جزء متساوي، 100 equal parts، من حيث العدد وليس من حيث القيمة. أما العشير فهو القيمة التي تقسم البيانات إلى 10 أجزاء متساوية، 10 equal parts، من حيث العدد وليس من أنه الأجزاء يعني متساوية القيمة. والربيع هو القيمة التي تقسم البيانات إلى 4 أجزاء متساوية، 4 equal parts. إذن عندنا المائين 100 جزء، العشير 10 أجزاء، الربيع 4 أجزاء. الآن على خط الإعداد هذا محصور بين الصفر ومئة بالمئة، واحد صحيح. الآن نبدأ بما يسمى بالربيعات. إذن هذا الربيع الأول، quartile number one، Q sub one، quartile number one، أو الربيع الأول، وهذا هو الربيع الثاني، وهذا هو الربيع الثالث هنا على خط الأعداد. بمعنى آخر هنا 25% من البيانات محصورة بين الصفر والربيع الأول، و 25% من البيانات محصورة بين الربيع الأول والربيع الثاني، و 25% محصورة من البيانات طبعا محصورة بين الربيع الثاني والربيع الثالث، وأخيرا عندي هنا الربيع بين الثالث والرابع الأخير هنا. فيبدأ من الصفر، ثم هنا 25%، هنا 25th نسميه احنا، لأنه الربيع الأول هو المائين الخامس والعشرين، وعندي هنا الربيع الثاني هو الوسيط، أو المائين الخمسين هو وسيط البيانات، والربيع الثالث هو 75 المائين الخامس والسبعين، وأخيرا هنا طبعا 100% من البيانات محصورة بين الصفر و 100% هنا. فلاحظوني هنا 25% محصورة بين الصفر و 25% هنا، ثم هنا عندي 25% أخرى و 25% أخرى، وآخر 25% محصورة بين 5% و 100%. أنا أرجو الانتباه، مهم جدا أنه نتذكر بأن هذا موقع الربيع الأول، الربيع الثاني، الربيع الثالث. لكن لنذكر أو نتذكر دائما، مهم جدا أنه الربيع الثاني، موقع الربيع الثاني هو 50% من البيانات تأتي على يمينه، و 50% من البيانات على يساره، وهو ما يسمى وسيط البيانات كلها، كافة البيانات. وسيط كافة البيانات هو المائين الخمسين أو الربيع الثاني نفس يعني المترادفتين هنا. الربيع الثاني هو الوسيط، المائين الخمسين أو المائين الخمسون. هذا هو الربيع الأول، وهذا طبعا الربيع الأول هو وسيط النصف الأول من البيانات. الوسيط يختلف عن الوسط، هذا ميديان، نتحدث عن الميديان باللغة الإنجليزية واللاتينية، أما الوسط هو الأفرج أو المين. وعندي الربيع الثالث هنا، هذا هو وسيط النصف الثاني من البيانات، وسيط النصف الثاني من البيانات. نتابع على بركة الله. قلنا بأن العشير هو القيمة التي تقسم البيانات إلى 10 أجزاء متساوية من حيث العدد. أكرر هنا، العشير هو القيمة التي تقسم البيانات إلى 10 أجزاء متساوية من حيث العدد وليس من حيث قيمة البيانات. والربيع هو القيمة التي تقسم البيانات إلى 4 أجزاء متساوية، 4 equal parts، من حيث العدد وليس من حيث القيمة. نرجع الآن على خط الأعداد المحصور بين الصفر و 100%. هذا عندي الربيع الأول، الربيع الثاني، الربيع الثالث.
وهنا الآن طبعا صفر ثم 25% من بيانات، 50% من بيانات اللي هو الوسيط، و 75% اللي هو ما يسمى بالمائين ال 75، وهنا ال 100% من بيانات محصورة. إذن هنا 100% من بيانات محصورة بين الصفر وال 100%. فالآن سنجزئ، هنا طبعا تذكروا هذا الربيع الثاني هو الوسيط، وسيط البيانات كلها كما ذكرت قبل قليل. عندي هنا الربيع الأول وهذا الربيع الثالث. الآن سنجزئ هذا الآن الخط الأعداد إلى 10 أجزاء متساوية. هنا قسمناه إلى 4 أجزاء ربيعات، يعني هذا الربيع الأول من هنا إلى هنا، من الصفر إلى هذه النقطة الربيع الأول، ومن هنا إلى هنا الربيع الثاني، ومن هنا إلى هنا الربيع الثالث، ومن هنا إلى الأخير الربيع الرابع. فالآن قسمنا من القسم هذه إلى 10 أجزاء متساوية. هذا الجزء نبدأ من الصفر، هذا الجزء الأول، الثاني هذا الصفر، هنا الأول، هذا الثاني، الثالث يبدأ هنا. لاحظوا لي استثنينا هذه لأنه لاحظوا لي جزء جزئين ثم من هنا إلى هنا متساوية ثلاث أجزاء ثم أربع أجزاء، لكن هاي هنا الخمسين لأنها زوجية من حيث القيمة، وبالتالي من هنا إلى هنا بيطلع عندي جزء كامل، ثم هاي الجزء آخر، ثم جزء آخر 75 هنا، من هنا إلى هنا جزء آخر، وأخيرا من هنا إلى هنا، وأخيرا هذه. هذا الآن هو ديسايل أو العشير الصفري. هنا نبدأ من الصفر، هنا هنا العشير الأول ديسايل نمبر 1، هذا العشير الثاني، العشير الثالث هنا، العشير الرابع، العشير الثالث، لأن العشير الخامس هو المائين الخمسين وهو الربيع الثاني. لاحظوا لي، فهذا العشير السادس، هذا العشير الخامس هنا، هذا العشير السادس، العشير السابع، العشير الثامن هنا، هذا أوكي سابع ثامن، لاحظوا التاسع، وأخيرا العشير العاشر. هذه الآن العشيرات. هنا معلومة، مثلا العشير السابع ديسايل دي سب 7، العشير السابع هو المائين السبعين، أي 70% محصورة خلال هالفترة هاي، برسلتايل سب 70. العشير الخامس هو المائين الخمسين وهو الكوارتايل الثاني، الربيع الثاني المائين الخمسين، وهو الوسيط، وسيط البيانات. العشير الرابع هو المائين الأربعين، برسلتايل 40. فالآن هذا عندي هنا البرسنتايل 10 اللي هو المائين العاشر اللي هو محصور بين 0 و10% من البيانات، بين صفر والديسايل الأولاني. هنا المائين العشرين، المائين الثلاثين، المائين الأربعين، المائين الخمسين هي الوسيط أو الكوارتايل الثاني. هون عندي المائين الستين، المائين السبعين، المائين الثمانين، المائين التسعين، والمائين 100%. لاحظوا لي هنا مثلا المائين 25، هنا المائين 50، هنا المائين 75، وهكذا نفهمه إن شاء الله بالأمثلة القادمة في هذا المقطع، راح تكون إن شاء الله أشياء يعني أوضح. نتابع على بركة الله. ما معنى مائين؟ على سبيل المثال المائين الخمسون برسنتايل 50th percentile، يعني تسمى باللغة العربية المائين الخمسون، أو بالإنجليزي 50th percentile، هو وسيط القيم. وسيط القيم كل البيانات المتاحة أمامنا بيكون هو وسيطها، المائين الخمسون، وهو نقطة قيمة معينة على خط البيانات تقسم البيانات إلى قسمين متساويين من حيث العدد، 50% من البيانات أقل منها أو تساويها اليسار، و 50% من البيانات أعلى منها أو تساويها اليمين. والمائين الثمانون percentile هو قيمة أو نقطة على خط البيانات يكون 80% من البيانات أقل من أو تساوي هذه القيمة، وهذه القيمة تعني ضمنا بأن هناك 20% أعلى منها أو تساويها، أعلى من أو تساوي تلك النقطة. لنفترض بأن لدينا بيانات عن الدخل السنوي لمجموعة من الأسر في سنة ما، إذا مجموعة من الأسر 10، 20، 30 أسر وتبر. الآن طرحنا سؤال، الأسرة التي وقع دخلها عند المائين الثمانين، المائين يعني الثمانين هنا 80th percentile،
في هذه الحالة يعني بأن 80% أو أقل من الأسر يكون دخل الواحدة منها أقل من أو يساوي دخل الأسر التي وقعت قيمة دخلها عند المائين 80. على خط الأعداد نفترض هذا خط الأعداد محصور بين الصفر والآن 100%، لكن بين الصفر الآن والمائين 80، هنا الآن 80% من الأسر وقع دخلها عند هذه النقطة أو أقل. لاحظوا لي، ما يعني ضمن بأن فقط 20% من الأسر كان دخلها أعلى من هذه الأسرة. إذن هنا هذه المسافة من هنا إلى هنا بتقول لي 20% من الأسر كان دخل الواحد منها أعلى من دخل الأسر التي وقعت هنا. لاحظوا المعنى. إذن المائين 80 80th percentile في هذه الحالة يعني بأن 80% أو أقل من الأسر يكون دخل الواحدة منها أقل من أو يساوي دخل الأسرة التي وقعت قيمة دخلها عند المائين 80. يعني نفترض أنه هنا 1000 دينار، معنى آخر أنه الأسرة اللي دخلها 1000 دينار مثلا سنويا أو شهريا، لنفترض 1000 دينار، فإن الآن هذه الأسرة بتكون من أعلى 80%، بقي فقط 20% أعلى منها. يعني هون الآن كل الأسر إما أنه بكون تساويها أو أقل منها، طبعا في ناس أفقر منها بكثير بكثير، وهكذا. نتابع مثال على حساب الربيع كوارتايل. لنفترض بأن لدينا البيانات الآتية، هذه البيانات الآن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، لاحظوا لي مرتبة ترتيب تصاعدي وعددها فردي 11 مفردة، أوكي؟ وهي مرتبة تصاعدية، من المهم جدا حتى نحسب المائينات والربيعات والعشيرات أن تكون مرتبة البيانات تصاعديا دائما أفضل. فالآن من السهل حساب الربيع الثاني quartile number 2، الربيع الثاني اللي هو المائين 50 كذلك الأمر 50th percentile، وهو الوسيط معا. إذن الوسيط هو المائين 50 وهو الكوارتايل الثاني أو الربيع الثاني، من معادلة بسيطة، لكن حتى نتعرف على طريقة الحساب على الأقل بالنظر. فالآن نضع البيانات مرة أخرى، هذه البيانات مرة أخرى 4 6 10 15 16 20 22 26 30 32 40. ما الذي نقوم به هلا؟ لاحظوا لي، لأنه عددها فردي، وبالتالي إذا أتينا على العشرين نلاحظ بأن عدد البيانات إلى يمينها يساوي عدد البيانات إلى يسارها. عندي 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، إذن هنا هي هاي النقطة. فمن المهم جدا لأن البيانات مرتبة تصاعديا وعددها فردي، فمن السهل حساب الربيع الثاني quartile number 2 كما يأتي. نشطب القيمة هذه الأربعة اللي هي آخر واحدة على أقصى اليسار وآخر واحدة على أقصى اليمين، نشطبهم. الأربعة والأربعين شطبناها، الستة مع 32 شطبوا، العشرة مع 30 شطبوا، الخمسطعش مع 26 شطبوا، الستطعش مع 22 شطبوا، لم يبقى لدينا إلا العشرين. هذه هي الكوارتايل الثاني أو وسيط البيانات. كل هذه الآن هي وسيط البيانات الكوارتايل 2، وهي المائين 50، المائون 50 هنا هي الكوارتايل الثاني. نتابع. أما بالنسبة للربيع الأول والربيع الثالث فيكون حسابه كما يأتي. الربيع الأول quartile number 1 نشطب الآن، لاحظوا لي إلى يسار العشرين 1 2 3 4 5، إذن أكيد العشرة لأنه بكون على يسارها قيمتين وإلى يمينها قيمتين، وبالتالي نشطب الأربعة والستطعش والستة والخمسطعش، فإذن تبقى العشرة. هذه العشرة هي الآن الربيع الأول. الربيع الأول بالنسبة للربيع الثالث لاحظوا لي كذلك الأمر، في عندي 30 هذا إلى يمينها قيمتين وإلى يسار قيمتين، وبالتالي الآن نشطب 22 مع 40، 26 نشطبها مع 32، يبقى 30 هنا. هذه 30 هي الربيع الثالث quartile number 3. فهذه الطريقة البسيطة بالنظر، لكن لما يكون عندي عدد كبير من البيانات بصير صعب نستخدم إما حاسوب ومعادلات، يعني ليست معقدة كثير، لكن استخدم إن شاء الله حتى نتعرف. إذن هذه الطريقة
لحساب الربيع من هذا العدد البسيط من البيانات. المشكلة أنه كل ما زاد البيانات كل ما كانت دقتها أكثر طبعا. نتابع على بركة الله. هذا طبعا هنا الكوارتال الأولاني هو النصف الأول من البيانات محصور بالكوارتال الأولاني، والنصف الثاني من البيانات محصور بالكوارتال الثالث. الكوارتال الثاني 50% من البيانات إلى يساره إلى يساره و 50% إلى يمينه. هنا الكوارتال الثاني أو الربع الثاني. نتابع. نقوم الآن بحساب الربيع بواسطة صيغة رياضية معادلة محددة تنطبق على كل الربيعات والمائينات والعشيرات كما يأتي، علما بأن الربيع الأول هو المائين 25. الربيع الأول كوارتال نمبر 1، الربيع الأول هو المائين أو المائين 25 25th percentile. ما هي المعادلة الآن؟ هذه البيانات مرة أخرى، الوسيط اللي قبل قليل حسبناه 20 اللي هو عدد البيانات إلى يمينها يساوي عدد البيانات إلى يسارها. فهنا الكوارتال الأولاني يساوي P sub K. K هذه اللي هي لاحظوا لي 25 المائين 25 في الكوارتال الأولاني أو الربيع الأول هو المائين 25. أوكي، الطريقة تبعته من نحدد موقع، هلا موقع ثم القيمة. الكوارتال الأولاني موقعه L sub 25، هاي 25 يعني هاي L اختصار للوكيشن الموقع، و 25 هو المائين 25. شو بنساوي؟ 25 مقسم على 100 اللي هو يعني المائين الخمس والعشرين، إذن 25 مقسم على 100 مضروب فيه عدد البيانات N. هون عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مضاف إلى 1 وتساوي بالحالة هاي 25 على 100 ربع يعني مضروب في 11 زائد 1 اوكي تساوي ربع في 12، اذا هاي 3. هذا هو الموقع. اذا القيمة من البيانات اللي موقعها 3 هذا الموقع هي الان الربيع الاول. هذه 3، الموقع الثالث من البيانات تساوي 10، لاحظوا هاي 1 2 هاي الثالثة. اذا الان هذا هي القيمة، وبالتالي العشرة هنا هذه هي الربيع الأول كوارتال نمبر 1 أو برسنتايل نمبر 25. نفترض الآن بدنا نحسب الربيع الثالث اللي هو الكوارتال الخامس والسبعون. اللوكيشن تبعها موقعها L sub 75 تساوي 75 مقسم على بالمية 75% مضروب في حجم البيانات زائد 1 صحيح N زائد، إذن 75% اللي هي 3 أرباع مضروبة ب 11 زائد 1 12، إذا 3 أرباع مضروبة 12 إذا 9 9. إذا الموقع القيمة التاسع 1 2 3 4 5 6 7 8 التاسع هنا. إذا هذه 9 هي الموقع، لكن التاسع موقعها إيش هي؟ بتساوي 30، وبالتالي 30 هذه 30 القيمة هي الآن هنا هو الكوارتال الثالث أو المائين الخامس والسبعون. مهم جدا أحبتي تذكروا كيف نحسبها، ويجب أن يعني قد تحتاج إلى رؤية أو مشاهدة هذا المقطع أكثر مرة. نتابع على بركة الله. مثال آخر لدينا هذه المجموعة من بيانات الآن، هذه كبرت الآن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. إذا عدد البيانات 6 أو 16 مشاهدة. أوكي، زوجية مرتبة تصاعديا، هنا كما هو مبين البيانات مرتبة تصاعديا عددها 16، والعدد الزوجي بيختلف عن الفردي. معنى ذلك أنه حتى نحصل على الوسيط اللي هو الميديان نذهب إلى القيمتين اللتين وقعتا في منتصف البيانات نقسمها. الآن ما يعني بأن حساب الربيعات يتم كما يأتي، لا، هذه الربيعات إذا قسمنا إحنا الآن 50% من البيانات إلى يسارها و 50% إلى يمينها. ماذا يبقى الآن؟ لأنه 50% إلى اليسار 50% إلى الشمال، وبالتالي أكيد بالنظر هنا الوسيط وقع بين هاتين القيمتين 31 و 32. إذن هنا نقوم بتقسيم البيانات إلى جزئين متساويين، ثماني قيم إلى اليسار وثاني قيم إلى اليمين.
ما يعني بأن الوسيط the median أو الكوارتايل الثاني أو البرسنتايل الخمسين أوكي المائين الخمسين وهو الربيع الثاني Q sub T كوارتايل نمبر 2 يحسب من متوسط قيمتين 31 و32 الأولى 31 و32 الأولى لأنه عندي 32 مكرر مرتين ف 31 ثم 32 الأولى وليس الثاني أي أن الآن الكوارتايل الثاني اللي هو الربيع الثاني هو نفس الوسيط ويساوي 31 زائد 32 على 2 يساوي 31.5 اللوكيشن تبعها موقعها ال عند ال 50 اوكي اذا 50 مقسم على اللي هو البرسنتايل ال 50 50 على 100 مضروبه في عدد البيانات زائد 1 اذا الموقع يساوي 8.5 يعني عندما الان قمنا بحلها وجدنا بان القيمه تساوي 8.5 8.5 هذا موقع القيمه التي وقعت عند الكوارتايل الثاني لكن الموقع 8.5 وينه 1 2 3 4 5 6 7 8.5 إذا أتت بين هاتين القيمتين وبالتالي الآن وحيث أن القيمة التي تقع عند الموقع 8.5 فهذا يعني بأنها تقع في منتصف المسافة بين 31 و 32 كما ذكرنا إذا الآن هذه القيمة 31 هذه القيمة 32 منتصفهم هو الوسيط أو الكوارتال الثاني أو البرسنتال الخمسين the 50th percentile أو المائين الخمسين 31.5 بيختلف عن الموقع فقط هذا الموقع اللي هو يعني هذا الموقع الأول الموقع الثاني الموقع الثالث الموقع الرابع الموقع الخامس السادس السابع الثامن والنص أتى هنا لاحظوا لي لأنه هذه ثمانية هذه التاسع عشر حادي عشر 12 13 14 15 16 وهكذا هكذا اللي هو 8.5 وبالتالي نكمل على بركة الله البيانات السابقة ثاني مرة هذه الآن البيانات عفوا يبدو الانيميشن هنا اختلف بيانات السابقة حسب نشوفها الربيع الأول وهو وسيط القيم الثمانية الأولى من البيانات أي متوسط قيمتان 19 و12 الكوارتايل أولا 19 زائد 22 خليني أستعد فيها مشان البيانات تبين هنا هاي الآن البيانات ثاني مرة هذه الآن على الربيع الأول هنا هو وسيط القيم الثمانية الأولى لاحظوا لي يعني هنا الوسيط الأول يعني بين 31 و 32 لين أبين هذا الجزء الأول من البيانات وهذا الجزء الثاني من البيانات الوسيط الأول اللي هو الكوارتايل الثاني الربيع الثاني أو المائين الخمسين وقع بين 31 و 32 نحتاج إلى حساب وسيط هذه القيم التي أتت اليسار فهو الآن لاحظوا لي لأنه هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 قيم هنا أو 8 قيم فبكون قيمة متوسط القيمتين اللتين وقعتان في الوسط هنا إلى يمينها 3 وإلى يسارها 3 وبالتالي متوسط هاتين القيمتين 19 22 بكون هو الربيع الأول أو وسيط القيم الثمانية الأولى اللوكيشن تبعها ال 25 برسنتايل 25 على 100 مضروب في حجم بيانات زائد 1 صحيح ويكون الموقع الرابع والربع نقول 1 2 3 4 اذا اتى بين هاتين يعني ربع اتى بين هاتين القيمتين ما يعني الان بانه ال 20.5 هو موقع صحيح حيث ان القيمه كما ذكرت تقع عند الموقع 4 ربع فهذا يعني بان متوسط قيمتين 16.5 هو الآن وسيط قيم هذه الكوارتال الأولين أما الكوارتال الثالث أو الربيع الثالث فهو متوسط قيمتين 38 و40 كيف الآن 1 2 3 4 5 6 7 8 مزوجي بنخلي عدد اللي على يمين يساوي عدد اليسار مين اللي بيحصلنا اثنين هلأ فقط هاتان القيمتان متوسطهم بخلي العدد الثلاثي هنا والعدد الثلاثي هنا وبالتالي 38 زائد 40 مقسم على الكوارتال الثالث يساوي 39 اللوكيشن تبعها 75% مضروب في 16 زائد 1 اذا موقعها 12.5 عدوا لحظه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12.5 اذا بين هاتين القيمتين سبحان الله هكذا نتابع الان هاي القيمه الاولى والثانيه هو الكوارتال الاولاني وعندي القيمة الـ 38 و40 الكوارتال الثالث أما الكوارتال الثاني هو طبعا هو الكوارتال الأولاني هون الكوارتال الثاني الكوارتال الثاني هو متوسط 31 و 32 كما حسبنا قبل قليل
الآن البيانات السابقة مرة أخرى، هذه البيانات كما ذكرناه الآن، هذا الجزء الأول إلى اليسار ثمانية قيم، هو ثمانية قيم إلى اليمين. لنحسب العشير الرابع الآن، ديسايل نمبر فور، العشير الرابع ديسايل نمبر فور. كيف نحسبه هلا؟ بالطريقة ذاتها. الديسايل نمبر فور أو العشير الرابع موقعه البرسنتال عند الأربعين، إذن أربعين قسم على مية مضروب في عدد البيانات زائد واحد تساوي أربعة بالعشرة في 17، إذن الموقع 6.8. بروح لأ، واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة، إذن وقع بين 24 و28. لاحظوا لي الربيع أو العفر العشير الرابع اللي هو الفورتيث برسنتال، المائين أربعين، وقع في الموقع 1 2 3 4 5 6، وهنا بين الستة والسابع إذا بين 24 و28، وحيث أن القيمة كما ذكرت تقع عند الموقع 6.8، فهذا يعني بأن متوسط قيمتين 24 و28 وهي 26 متوسطة، أي أن قيمة المائين 40 تقع عند الموقع 6.8 وهو متوسط قيمتين 24 و28. 24 و28 متوسط هو العشير الرابع، العشير الرابع 24 و28 بعطيني العشير الرابع. بالطريقة ذاتها نحسب العشير الثامن مثلا، وهو متوسط قيمتين الآن، لاحظوا لي برضو هذا عفوا هذا اللي هو متوسط 38 و40، لكن بالمعادلة دي سب 8 اللي هو الديسايل الثامن أول، هذا موقعه طبعا العشير الثامن موقعه ال سب 80، 80 على 100 مضروب 16 زائد 1 يساوي 13.610. لاحظوا لي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. اوكي، فاذا هو الان بين ال 38 وال 40 13، اذا هنا هذا 13.10 و الديسايد 80 وهو متوسط الأربعين، عفوا من الأربع وأربعين، أنا آسف جدا بعتذر، هنا اللي هو أربعين، لاحظي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13 10 تقع بين هاتين القيمتين، هنا هاي الثالث عشر هاي الرابع عشر، إذا هو متوسط قيمتين 40 و44، إذا تساوي بالحالة هاي 42 42. هنا أما قيمة هذا المائين فهي 40 زائد 42 تساوي 42. بعتذر على الخطأ بسيط، إنه يعني فكرت هذه 13 فهي 13 14، و13.10. إذا المائين اللي هو ديسايل الثامن هو الديسايل الثمانين، أوكي المائين ثمانين، ويساوي قيمة المتوسط قيمتين بكون 42، يعني القيمة التي بلغت 42 كانت في المائين الثمانين أو في العشير الثامن. نكمل على بركة الله، البيانات السابقة مرة أخرى، هذه البيانات يعني مرة نفترض بأننا نرغب بمعرفة المائين لقيمة معينة. الآن بدنا نعرف المائين لل 28 مثلا، هاي 28 نريد أن نعرف المائين كيف الآن. الآن هذه القيمة 28 نريد أن نعرف ما هو المائين أو البرسنتايل يعني لهذه القيمة، ما هو هناك الآن معادلة بسيطة، هاي المعادلة x زائد نصف y على n مضروب في 100%. ما هي x؟ x ترمز إلى عدد القيم اللي أقل من 28، لاحظوا لي اللي أقل منها 1 2 3 4 5 6، فعلا وهي 6، وترمز n إلى 16 مشاهدة كلهم، وترمز y إلى عفوا عدد القيم 28، كم قيمة 28؟ بس واحدة فقط، ما في عندي إلا 28 واحدة، وهي واحدة وتساوي واحد، أي أن الآن لاحظوا لي 6 اللي هي X اللي هي عدد القيم اللي أقل من 28 6، زائد نصف في كم مرة تكررت Y اللي هي 28 مرة واحدة، إذا نصف في 1 على 16 ضرب 100%، إذا تساوي 40.65 625، إذا هاي 28 وقعت في المائين 40.6 تقريبا 41، مائين 41 تقريبا، أوكي؟
لو بدنا نعملها تقريب يعني هنا، فالقيمة الثمن اللي هو هنا الثمن، هذه القيمة 1 2 3 4 5 6، القيمة السابعة أو العدد أو البيان رقم 7 قيمته 28، لكن بأي برسنتايل بأي مائين وقع؟ وقع بالمائين تقريبا 41 أو 40.6. هذه طريقة مهمة جدا تعرف عليها حتى نعرف المائينات. نيجي الآن، هناك مفهوم آخر يمكن استخدامه، هاي آخر شريحة في مجال المائينات والعشيرات والربيعات، وهو ما يسمى التوزيع التراكمي cumulative distribution، لكن نتائجه تكون تقريبية خاصة عندما يكون حجم البيانات قليلة. عندما يزداد حجم البيانات بصير عندي هذا الديستريبيوشن التوزيع التراكمي، بيكون بياناته تقترب من الدقة. فالآن لنفترض أن هذه البيانات ثاني مرة بدي أعملها توزيع الآن تراكمي، فيمكننا بناء جدول توزيع تراكمي. يأتي هذا الآن التوزيع التراكمي، هذه القيمة 10 11 16 وهكذا، فلاحظوا وضعناها هنا، أول قيمة 10 وآخر قيمة 50. الآن التكرار كم مرة تكررت؟ 10 مرة واحدة، 11 مرة واحدة، 16 مرة واحدة وهكذا، 32 تكررت مرتين، والباقي مرة عددها 16 مشاهدة. الآن التوزيع التكرار النسبي يعني 1 من 16، هنا 2 من 16، وبالتالي هذا التوزيع التكرار النسبي يعني نسبة 10 من عدد البيانات، نسبة الـ 11 من عدد البيانات وهكذا، فبطلع عندي هذا ما يسمى بالتكرار النسبي، لازم يعطيني 100%. الآن بجمع هاي الأولى، لاحظوا هنا التوزيع التراكمي، الأولى 6 وربع 6 وربع، أوكي بالمئة طبعا، هذا أضفنا الآن للست وربع، يعني هاي 6 وربع أضفناها لهذه، حصلنا 12 وربع، أضفنا 12 وربع هذه القيمة صار 18 و3 4 75، أضفنا إلى هذه القيمة هذه القيمة، ثم هكذا حتى نحصل يعني معنى آخر، هذه نفسها بعدين هذه زائد هذه، ثم هذه زائد 2 اللي قبلها، هذه زائد 3 اللي قبلها وهكذا، هذه زائد 15 اللي قبلها، فبطول عندي بالأخير 100% المجموع. هذا الآن الديسايل الأولاني، لاحظوا الديسايل اللي هو العشير الأولاني، العشير الأولاني لاحظوا لي هنا، هذا العشير الأولاني وقعت قيمته بين 6 وربع، هي مائين هنا 6 وربع و12 وربع، صح؟ فبكون حصلت قيمة العشير الأولاني أو المائين العشرة الأولاني بين 10 و11. نيجي عن الكوارتايل الأولاني اللي هو البرسنتايل 25، هاي الآن 25 هنا وهي مقابل قيمة 19، لاحظوا هي تشبه إلى حد ما الأرقام هذه لكنها أقل دقة، لأنه عندي هنا صار عندي عدد البيانات قليل، وبالتالي لأنه توزيع تراكمي، لكن تعطيني إنديكيشن أو مؤشر قوي جدا. فالربيع الأولاني أوكي هو البرسنتايل 25 اللي هو القيمة 19، إذا القيمة 19 وقعت عند الربيع الأول أو المائين 25 اللي هو نفسه. عندي المائين 50 أو الديسايل أو العشير الخامس اللي هو المائين 50، نذهب إلى 50 هنا، هي القيمة 31، شبيهة جدا أو قريب جدا من اللي قبل قليل حسبناها. وهنا الآن الديسايل السادس اللي هو المائين 60، اللوكيشن تبع حسب طريقة اللوكيشن تساوي 60 عمية في 16 زائد 1، بكون اللي هي موقعها 10.2. لاحظوا هاي الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة التاسعة والعاشرة هنا، لاحظوا لي لأنها تكررت مرتين، وبالتالي هي 32، إذا هي هذه 62 ونص التراكم تبعها، و 32 بمعنى آخر بأنها كانت عند الديسايل 60 هو تقريبا هنا، أوكي. وأخيرا المائين 75، 3/4 البيانات محصورة عنده، متى؟ عند القيمة 38 هنا، هي 75 وهنا 38 مقابلها. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قدمت لكم الفائدة جميعا أحبتي، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.